السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا. إن شاء الله اليوم بهذا الفيديو راح نحضر أومليت السبانخ بالفطر والبيض. خلي أستعرض معاكم المقادير المطلوبة لتحضير هاي الوصفة. هنا أنا عندي أفطر ثار متناعم، بصل مثلوم، ثوم. الثوم تحبون تبرشوه أو تثرميه أو تهرسيه حسب الرغبة. عندي هذا السبانخ الحجم الصغير، وإذا أكل حجم كبار تقدرين تثرميه عادي. عندي جبن، أي نوع جبن متوفر عندكم بالبيت. وعندي هنا 4 بيضات وملح وفلفل أسود. خلينا ننتقل على الطباخ ونشوف طريقة التحضير. هسا عندي أول شيء أسوي، أخلي الأفطر اللي ثارمته أني، وراح أضيف عليه قليل من المي. هسا ان شاء الله بس ينشف المي من عنده نكمل باقي الخطوات. هاي عندي بعد ما نشف هسا المي من الفطر، راح اضيف شوية زيت، وبهاي المرحلة راح اضيف البصل حتى نبدأ نقلي البصل ويا الافطر. هسا ان شاء الله عندي بس البصل يذبل، نضيف الثوم ونكمل باقي الخطوات. هاي عندي بعد ما دبل شوي البصل، هسه راح نضيف الثوم. طبعا هاي المقادير مو محددة، حسب افراد العائلة، يعني تصلح ان تكون هاي وجبة عشاء خفيفة، وجبة ريوق، حتى بشهر رمضان ان شاء الله تصلح ان تكون وجبة سحور يعني متكاملة. ملح وشوية فلفل اسود. هسا راح احمس شويه هاي المواد وبعدين نضيف السبانخ. هسا عندي راح اضيف السبانخ، طبعا هذا السبانخ مغسول وجاهز يعني. هسا طبعا يبدي يذبل هذا السبانخ، هسا ان شاء الله بس يذبل نشوف الخطوه اللي بعدها. هسا عندي بعد ما ذبل السبانخ صار بهالشكل. عندي هنا هذا البيض، 4 بيضات خفقتهم طبعا خفق جيد، راح اضيف لها رشة ملح وقليل من الفلفل الاسود قليل. هسه عندي راح اضيف البيض فوق هاي الخضار. وبنفس الوقت اضيف الجبن. هسه راح اغطي عليها وانتظرها الى ان تستوي ان شاء الله ونشوفها بالشكل النهائي. هذه وصفتنا كانت لهذا اليوم، ان شاء الله تجربون هاي الوصفة وتنال اعجابكم، والتقيكم ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.